السلام عليكم يا أطفالي، كيف حالكم؟ سوف نتعرف اليوم على حرف الكاف، ولكن علينا أن نميز أولاً من خلال الصوت بين حرف الكاف وحرف القاف. كلبٌ، كلبٌ، حرف الكاف. قلبٌ، قلبٌ، حرف قاف. أشكال حرف الكاف داخل الكلمة: كارازون، كارازون، حرف الكاف في أول الكلمة. سكرون، حرف الكاف في وسط الكلمة. ملك، حرف الكاف في آخر الكلمة متصل. ترك، حرف الكاف في آخر الكلمة منفصل. لنتذكر سويا حركات الصوت القصير: فتحة، ضمة، كسرة، وأحرف صوت الطويل: ألف، واو، ياء. سنستمع معا إلى أصوات حرف الكاف: كاف فتحة، ك، كاف ضمة، كو، كاف كسرة، كي، كاف ألف، كا، كاف واو، كو، كاف ياء، كي، كاف ياء، كي. لنقرأ معا هذه الجمل: ن ب ح، كلب، أخي، نبح، كلب، أخي. ت ر ك، راجي، رفاقي. ترك، راجي، رفاقي. سكت، خالي، عندما سمع كلامي. سكت خالي عندما سمع كلامي. دمتم بصحة جيدة، إلى اللقاء.